من الرياض معي دكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية لدراسات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور نجيب. طبعا وفق متابعتكم عن كثب السيطرة على مدينة الخوخة أو استعادتها على البحر الأحمر، ماذا تعني بمشوار استعادة صنعاء؟ هذه المعركة هي في غاية الأهمية، معركة الساحل الغربي وأيضا المعركة في الجوف باتجاه الصاعدة، هو قطع شرايين الإمدادات الأساسية التي يعني من تهريب الأسلحة والأموال، وتعتبر الحديدة والساحل الغربي هو الرئة التي تتنفس منها الميليشيات الحوثية. المخا هي من أهم المدن ومن أهم المديريات، وهي أول مديرية من مديريات الحديدة، وكان في معسكر مهم هو معسكر الأشعري، وأعتقد أنه هذا المعسكر كان مهم بالنسبة للحوثية. أيضا هناك انطلاق باتجاه حيس، وهذا حيس أيضا كانت مركز أساسي من مراكز تواجد الحوثية، وقطع خطوط الإمدادات مهم باتجاه تعز، لأنه الشريان الأساسي الذي يعني يتم إمداد المقاتلين الموجودين المحاصرين لتعز من خلال هذا الطريق ربما تم قطعه. وأيضا اليوم القوات وصلت إلى مديرة التحيتة، وهي مديرة قريبة من مدينة الحديدة. ما يهم اليوم أنه في هذه المعركة أصبحت الرؤية واضحة لكثير من القوى، بالذات قوى المؤتمر الشعبي العام، ومدينة ومحافظة الحديدة هي في أغلبها يؤيد المؤتمر الشعبي العام. وأعتقد أن المقاومة التهامية سيكون لها دور كبير اليوم في الإنجازات العسكرية وفي استقبال الجيش الوطني وتحقيق إنجازات مهمة في المرحلة القادمة. طيب التحديات أيضا، يعني حتى بما أنه نتحدث بالنسبة للطرف الآخر أيضا عن قطع شريان الإيراني، يعني لا نتوقع مواجهة سهلة، صحيح؟ هو صحيح، لا يوجد الميليشيات الحوثية هي معسكر إيراني، وإيران ركزت مع حزب الله بشكل مكثف على تكوين ميليشيات مدربة بالذات في الساحل الغربي، وإيران تتعامل مع الساحل الغربي بالذات مدينة الحديدة وصولا إلى ميدي باعتبارها مركز نفوذ أساسي لوجودها، وبالتالي القوة الموجودة هناك أنا أعتقد للميليشيات هي قوة منظمة ومدربة، لكن لا يوجد لها حاضن شعبي نهائيا. أبناء الحديدة وأبناء تهامة بشكل عام يروا ان هذه الميليشيات الا معسكرات ايرانيه، وهي معسكرات غازيه، وبالتالي مجرد ان يتحرك الجيش الوطني بدعم واسناد قوات التحالف انا اعتقد انه سيكون هناك حراك شعبي واسع، وسيكون هناك حاضنه قويه للانجازات القادمه. الى اي درجه الحراك الشعبي هذا مهم ودور القبائل دكتور نجيب؟ الحديدة يوجد فيها قبائل كقبائل الزرانيق، وأغلب شيوخ المناطق والمديريات هم في أغلبهم متعارضين مع طبيعة الحركة الحوثية، لكن الحوثية عبر فترات طويلة حتى قبل انقلابها كانت قد اخترقت بعض المجالات في تهامة عبر شراء الولاءات وعبر بناء حاضنة، لكنها حاضنة صغيرة لأنهم كانوا يدركوا أن الساحل الغربي. ولكن في الأيام الأخيرة وبعد قتل علي عبد الله صالح كان في انتفاضة أيضا مثل التي رأيناها في الشارع اليمني من قبل القبائل أيضا ضد الحوثيين. صحيح، هو الآن فقط يعني بالذات في الحديدة أنا أعتقد، والساحل التهامة الساحل الغربي وتهامة بشكل عام ستكون الانتفاضة قوية بمجرد وصول الجيش الوطني وقوات التحالف إلى هذه المناطق. أيضا في صنعاء ومحيطها مسألة القمع الموجود والقهر وعملية التصفيات الميدانية، صحيح أنها ستخيف يعني وترعب
بعض الناس، لكن بالأخير بمجرد أن يتم كسر شوكة الحركة الحوثية سيكون هناك انتفاضة شعبية واسعة. وأنا أعتقد أنه مسألة سقوط الحوثية هي مسألة وقت وتحتاج صبر ونفس طويل. أنا أشكرك جزيلا من الرياض دكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات.